السلام عليكم. فضيلة الشيخ. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، رجل يدخل في المسجد وفي الله يكرمك رجله روث، ما حكم هذا؟ روث أي روث؟ روث غنم. حمار؟ لا، غنم. أنا سأعطيك قاعدة بارك الله فيك. كل شيء يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، عرفت؟ عرفت؟ وش صار؟ وش عرفت؟ أنا اللي أكل لحمها طاهر، بوله وروثه طاهر. الغنم روثها طاهر. البقر طاهر. البقر بقر. ليش؟ في ناس يكون ما يأكل أحد بقر. في ناس يكون في ناس ما يأكل. وين أنت عايش فيه؟ سم؟ وين أنت عايش فيه؟ عايش في صرم. مش مني. لكن في بلاد ما عندهم بقر. في بقر بس بعض ما كنت أكلت أنا بس. لا كلها راح أصيبها. على كل هذا القاعدة عرفت الآن. طيب الدجاج. طوته ايش هو؟ طاهر. الابل بعرها طاهر. واما النهي عن الصلاه في اعطان الابل فهو ولا من اجل النجاسه، لكن لان اعطان الابل غالبا تكون ماوى شياطين، لان الابل خلقت من الشياطين، يعني ان طبيعتها طبيعه سيئه غليظه، ولهذا تجدون رعاة الإبل عندهم غلظة وعلو وترفع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة أظنه قال والرحمة في أصحاب الغنم. راعي الغنم ساكن وهادئ وعنده تأني بخلاف صاحب الإبل. صاحب الإبل تجده نافش من راسه تهيئ كأنه فوق الناس، هذا شيء مشاهد. ولهذا كان الأنبياء اختار الله لهم أن يرعوا الغنم، ما من نبي إلا رعى الغنم. ما يخلع قياس السوق عن طويلات وتداس. نعم. شوف شخص اتصل الآن بالعكس. الآن صاحب المسلسل الصغير أشد شموخ وعلو من صاحب الكبيرة.